اذا تاي اب وداي تاي داون سيستمز عندي هون الكترونيك سيركت نفترض انه عندي اي سي مثلا وفي لها هون انبوت لو هذا السويتش مشبوك هون مع 5 فولت اذا سكرت هذا السويتش عماله بعطيني هاي اذا خليته مفتوح راح يعطيني شيء انديفاين فايش لازم اعمل نشبك من هون مثلا 10K وهذا بنسميه تاي داون ريزيستر والا اذا ما استعملت تاي داون ريزيستر راح يصير الانبوت فلوتينج ما راح يكون معرف انديفايند اذا ما استعملنا تاي داون ريزيستر نفس الطريقه لو عندي انا تاي لو عندي سويتش هون هذا طبعا السويتش بنسميه اكتيف هاي او الانبوت هذا بنسميه اكتيف هاي اكتيف هاي يعني لما بكبس السويتش بعطيني انبوت في انبوت لما يكون مكبوس السويتش بعطيني هاي فولتج لما بترك السويتش بنزل الانبوت لو ممكن يكون عندي العكس ممكن يكون عندي اكتيف لو سيجنال هذه هون اكتيف لو سيجنال السيجنال بتكون اكتيف لما بكبس الكبسه وبتعطيني لو انبوت وبالحاله العاديه لما يكون السويتش مفتوح راح تعطيني هاي انبوت مزبوط تاي اب وبختار قيمه المقاومه بحيث ما تكون صغيره كثير لانه اذا كانت قيمه المقاومه صغيره كثير راح يمر كرنت عالي لما بسكر السويتش مزبوط اذا سكرت هذا السويتش من هون 5 فولت و10 راح يمر نص ملي امبير مش هيك لو كانت 1K بكون 5 ملي امبير نص ملي امبير 10 مظبوط واذا نفس الشيء بعمل هون لانه انا الهدف من المقاومه بس انها تعمل تايم اب فما في حاجه تكون مقاومه صغيره 10K 1K 100K كافيه بس انها تعمل تايم اب وتايم داون هذا اسمه تاي اب هذا اكتيف لو وهذا تاي اب هذا ريزيستر هون تاي اب ريزيستر وهذا مانيوال سويتش طبعا في شغله ما حكينا عنها هون بدنا ننتبه عليها، ايش مشكلة السويتش هذا الميكانيكال سويتش؟ ممكن يعمل باونسينج، يعني هذا السويتش لما بسكر احنا بنشوفه بنفكره بسكر هو وستيز كلوز، لكن السويتش مشكلته لما بضربوا الكونتاكتس تبعون السويتش راح يعمل باونسينج يعني كأنه زي كرة عمالها لو كرة مسكتها ووقعتها على الهاي راح تعمل باونسينج مظبوط؟ فالسويتش هذا نفس الشيء لأنه هو ميكانيكال سويتش راح يعمل باونسينج زي هيك لحد ما يستقر. هذا الباونسينج ممكن يسبب مشكله وممكن ما يسبب مشكله حسب طبيعه ايش الانبوت عمالي بعمل فيه من هون، اذا عم بعمل كاونتينج راح يعطيني خطا. وبدي اضطر هون اعمل دي باونسينج سيركت يا بحط ار سي سيركت مثلا او بعمل دي باونسينج بالسوفت وير. فهذا الباونسينج اسمه سويتش باونسينج وهو ميكانيكال فينومينا سببها ميكانيكي. سببها ميكانيكي لانه هو فعليا هو السويتش عباره عن ميكانيكال ديفايس قطعتين عمالهم بيقتربوا من بعض بس لما بيقتربوا من بعض الا يصير في حركه بينهم بعدين بيثبتوا فبعطيني هاي الظاهره هاي الظاهره ممكن اعمل هاردوير دي باونسينج باي هاردوير مثلا اكزامبل ممكن استخدم ار سي سيركت وممكن اعمل سوفت وير دي باونسينج بداخل الانتجريتد سيركت نفسه كود ماشي اوكي اذا هذا وهذا بامكانك تشوفه لو حطيت على الاسلسكوب راح تشوف هذا الباونسينج راح تشوف انه السويتش سكر وفتح سكر وفتح بعدين استقر على الفتح او التسكير